وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أقسم بالله وبكتاب الله قل ما أقوله هو حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سليمان ذياب يونس أناشد كل الشرفاء في أقليم كردستان وجميع المنظمات الإنسانية وكل الرؤساء العشائر الذين يحملون الغيرة والشرف للدفاع عني، لأني ما قمت به هو واجب شرعي وديني وليس مخالف لشرع الله والإسلام والعرف العشائر. وأنا لدي شهود عيان بأن مجرم آزاد شمس الدين كان يرقد في غرفة دنيا زوجتي، وعلى رجال الدين تبرير موقفي من أجل الدفاع عن شرفي وعني، لأني وأن من لا يدافع عن شرفي فليس له شرف. وهكذا أيها الشرفاء، وإن أصحاب الغيرة والشرف يجب أن يصانوا ويحموا لكي لا يتسنى لبعض النساء التظاهر والتملق، لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار كل العوائل الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.